اهلا بيكم مع الدكتور طاهر عبد الحميد من ليرن. حالتنا النهارده حاله اكيوت سيفير شيست بين، كان شارب ان نيتشر او تيرنج او ريبنج زي ما وصفه، بيقطع ومعاه سيفير ايه هايبر تنشن مع الاتاك، البلاد بريشر عالي. البين كان في المكان ده ورادييتنج اهو ايه للباك، وشفنا الاكس راي لقينا المنظر ده. ايه الانيشيال ثيرابي اللي موست سوتابل ايه لهذا العيان؟ يلا قدامكم ايه ثانية ونص ايه تفكروا عقبال ايه ما ارتشف رشفة من فنجان القهوة سوا. هنا يوم ما نلاقي حالة فيها البين بالشكل ده اللي هو مش كومبريسنج بتاع الاسكيميك بين، لا ده تيرنج او ريبنج بين، ها بيقطع هنا هوت وراديتنج للباك بالمنظر ده ومعاه هايبر تنشن عالي والميدياستينم وايد اهو شايفينه وايد ازاي في الاشعه ديت، لازم افكر في حاجه اسمها دايسكتنج اورتك انيوريزم. ومن اهم الحاجات فيها ان انا ادي حاجه اقلل الشيرنج باور بتاع او اقلل الكونتراكتيليتي بتاع القلب عشان ما يمزقش الايه الاورطه، فانا عاوز ادي حاجه تقلل الكونتراكتيليتي وتقلل برضو ايه الديجري اوف هايبرتنشن، وهي هنا اهوت افضل حاجه في اللحظه دي بيكون ايه الانترافينس بيتا بلوكرز، افضل علاج في الانيشيال ثيرابي للدايسكتنج اورتك انيوريزم عشان نستابيلايز الحاله ونمنع الايه الهارت انه ممكن الكونتراكشن العالي يمزق ايه الاورطه. فمهمه جدا جدا في الحاله دي ندي انترافينس ايه بيتا بلوكرز كانيشيال ثيرابي. والى اللقاء مع نقطه.